السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من قناة عصافير جنة الاطفال نقدم لكم حبيب الحنين يا رب دايما الحكيم للبابا منورين. رجعنا النهاردة بحدوثة جميلة مسلية مفيدة، حدوثة عنوانها الحبة العاشرة. الحبة العاشرة تأليف الأستاذة محاسن جادو، رسوم الأستاذ هشام حسين، جرافيك الأستاذ مصطفى حجازي. صديقي في هذه القصة درس في عاقبة الإهمال، فقد أضاع علينا كثير من الوقت والجهد، ولا تستهين بالأمور الصغيرة، فإن الصغير مع الصغير يصبح كبير. أحمد معترضا، ما قيمة قلم رصاص حتى أضيع وقتي في البحث عنه؟ سمع جد أحمد كلامه، وهنا همس الجد في نفسه متحسرا. أحمد لا يهتم بالقلم، وهذا شيء خطير للغاية، فمن لا يهتم بالقليل لا يمتلك الكثير. إذن لا بد من طريقة حكيمة يفهم بها أحمد ذلك. سمع جد أحمد صوت تساقط الماء من الصنبور، فندى على أحمد وأمره بغلق الصنبور محافظا على الماء. فقال له أحمد: إن الصنبور مغلق يا جدي، وكلما تساقط منه قطرات بسيطة ليست ذات أهمية. اصطحب الجد أحمد إلى الصنبور وأمره بوضع إناء فارغ تحته لتسقط قطرات الماء فيه، ثم اصطحب أحمد إلى حقل قريب من المنزل. هناك أخرج الجد من جيبه حبات من الذرة وبعثرها فوق الأرض، وأمر أحمد بجمعها. جمع أحمد الحبات ثم ذهب إلى جده، فقال الجد بعدها: ولكنه قال 9 حبات فقط، ما زالت هناك حبة مفقودة يا أحمد، عليك أن ترجع إلى نفس المكان وتبحث عن الحبة العاشرة. رد أحمد غاضبا: وما قيمة هذه الحبة يا جدي؟ وهنا أمر الجد أحمد أن يحضر إناء الماء الذي وضعه تحت الصندوق. وما أن رأى أحمد الإناء حتى انتهش، فقد امتلأ الإناء عن آخر بقطرات الماء. حمل أحمد الإناء وذهب به إلى جده، فأمره جده برشه فوق الأرض التي وقعت فيها الحبة. وبعد فترة من الزمن أخذ الجد أحمد وذهب إلى المكان الذي فقد فيه حبة الذرة، فإذا بالحبة صارت عودا يحمل كوزين من الذرة. فرح بهما أحمد فرحا شديدا. قال الجد: يمكنك الآن أن تعد ما بالكوزين من حبات. وبحماس انهمك أحمد بالعد، ولما انتهى صاح مهللا: جدي جدي، هل تصدق أن عدد الحبات زاد عن 200؟ فضحك الجد ثم قال: نعم، من قطرة ماء وحبة ذرة يا أحمد. قال أحمد: الآن أدركت الدرس جيدا يا جدي العزيز، ولم أعد أفرط في القليل أبدا. فقال الجد: نعم يا بني، فالقليل أصل الكثير، ومن لا يحافظ على القليل يفقد الكثير. وتتوتى خلصت الحدوتة.